ما هي القراءة العشر؟ القراء العشر الذين نسبت إليهم القراءات العشر هم أولهم نافع بن أبي نعيم. هو نافع بن عبد الرحمن المدني أبو رويم، توفي سنة 167 للهجرة، كان شيخ القراء في المدينة، وأخذ القراءة عما يقارب 70 من التابعين الذين أخذوا قراءتهم عن أبي هريرة وابن عباس عن أبي كعب، ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه واشتهروا بذلك قالون وورش. القارئ الثاني هو أبو عمرو، هو ابن العلاء البصري المازني، توفي سنة 145 للهجرة، وعرف بلقب سيد القراء، وكان إمام البصرة وأكثر الناس علما بالقرآن واللغة العربية، وروي عنه السوسي والدوري. ثالث القراء العشر هو حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، هو أبو عمارة، كان مولى عكرمة، توفي سنة 156 للهجرة، وهو من تابعي التابعين، وعرف بالورع والتقوى، واشتهر بعلم المواريث والحديث، وأخذ عنه خلاد بن خالد وخلف بن هشام. رابع القراء العشر هو عبد الرحمن بن عامر، يكنى بأبي عمران وأبي نعيم من التابعين، أخذ القراءة عن المغيرة المخزومي، عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض إنه قرأ عن عثمان. كانت وفاته سنة 118، ومن تلاميذه هشام وابن ذكوان. خامس القراء العشر هو ابن كثير المكي، وهو عبد الله بن كثير الداري أبو محمد، التقى بعدد من الصحابة مثل أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وأبي أيوب الأنصاري، كان إمام الناس بالقراءة في مكة، وعرف بوقاره وسكينته، وقد روى عن مجاهد بن أبي عباس، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي في مكة المكرمة سنة 120 للهجرة، ومن الذين اشتهروا بالرواية عنه قنبل والبزي. سادس القراء العشر هو عاصم بن أبي النجود الأسدي، يكنى بأبي بكر عاصم الأسدي، كان متقنا للقراءة ويتمتع بصوت حسن، قرأ على زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي سنة 127، وروى عنه حفص وشعبة. علي بن حمزة الكسائي هو أبو الحسن ومولى بن أسد، كان أعلم الناس في عصره باللغة وإمام المسلمين في القراءات، وقد تولى رئاسة القراءة بعدما توفي شيخه حمزة بن حبيب في الكوفة. تاسع القراء ثامن القراء العشر هو علي بن حمزة الكسائي، هو أبو الحسن ومولى بن أسد، كان أعلم الناس في عصره باللغة وإمام المسلمين في القراءات، وقد تولى رئاسة القراءة بعدما توفي شيخه حمزة بن حبيب في الكوفة. أبو جعفر المدني هو يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، كان إمام أهل المدينة بالقراءة، تابعي، بدأ الإقراء سنة 63 للهجرة، وكان مفتي ومجتهد، دعت له أم المؤمنين أم سلمة بالبركة، وقد عرف بكثرة قيامه وصيامه، وروي عن أبي هريرة وابن عباس، ومن الذين رووا عنه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم وسليمان الزهري وعيسى بن وردان وابنه يعقوب وابنته ميمونة، توفي سنة 130 للهجرة زمن خلافة مروان بن محمد. تاسع القراء العشر هو يعقوب بن إسحاق أبو محمد، يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ البصري، ولد سنة 117 للهجرة، إمام أهل البصرة في القراءات، عرف بالورع والتقوى والزهد، ومن مؤلفاته كتاب الجامع، أخذ القراءة عن سلام بن سليمان ومهدي بن ميمون ويونس بن عبيد وموسى مسلم بن محارب ومحمد بن زريق، قرأ عنه عدد كبير منهم كعب بن إبراهيم، محمد بن المتوكل، وأبو عمر الدري، وأبو حاتم السجستاني، وأحمد بن عبد الخالق المكفوف، وروح بن عبد المؤمن، وتوفي ابن إسحاق سنة 255 للهجرة، وعاش 88 سنة. عاشر القراء العشر هو خلف بن هشام، هو خلف بن هشام البزار، وكان راوي عن القارئ حمزة الزيات، لكن كان له اختيار خاص به خالف به شيخه الزيات.